بصوا بطولات الاهلي هذا الاسبوع اللي المهندس عدلي بيقول لك عليها. اه ما شاء الله، يعني كل التحيه للنشاط الرياضي ولكل اسره هذا النشاط الكبير في كل الالعاب. في كرة الطايرة 19 سنة شباب نهائي الجمهورية، الأهلي بيفوز على سموحة 3-0 ويتوج بطلا للجمهورية. شباب الجمهورية 20 سنة 19 سنة في الكرة الطايرة، في الكرة الطايرة الأهلي بطل الدوري. 18 سنة سلة للأهلي بيفوز ببطولة الجمهورية بعد التفوق على الزمالك في مباراة فاصلة. يجي الزمالك يلعب الاهلي كمان في كره اليد 2002، فالاهلي يفوز على الزمالك ويتوج بطلا للجمهوريه في كره اليد. يروح فريق السله 18 سنه ناشئات، الاهلي بطل الجمهوريه. 20 سنه ناشئين كره سله، الاهلي بطل الجمهوريه. بطوله 2000 الاهلي والزمالك، الأهلي بيفوز على الزمالك في بطولة 2000 ويحصل على المركز الأول في كأس مصر بنتيجة 30-25. كرة اليد دي النهاردة. 30-25. تحت 16 سنة ناشئات كرة الطايرة، الأهلي بيفوز ببطولة الجمهورية بعد ما كسب سموحة 3-0. يعني ما شاء الله على مستوى الناشئين والشباب. في نتائج كرة السلة. ناشئين وناشئات. يكاد يكون الأمر اكتساح. أيوه. وده دليل على إنك أنت حتى في كل الالعاب وفي كره الطايره وفي كره اليد يكاد يكون اكتساح. اذا انت مهتم بقواعد الالعاب الجماعيه. الالعاب الفرديه يكاد يكون ما فيهاش منافسه، سواء التنس، تنس الطاوله او الجمباز والكاراتيه عندك يعني مستويات دوليه، ايضا العاب القوه حدث ولا حرج. لكن في كره السله استاذ ابراهيم، وده جديد، لازم الناس تتنبه للنقطه دي. انت لعبت فاينل كاس مصر مع الاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري عنده فرقه مرعبه، وانت ما كنتش بتوصل للنهائيات دي بسهوله كل مره. انت لعبت الفاينل، وبعدين تيجي في دوري السوبر او المحترفين اللي هو من بيست اوف فايف، خمس ماتشات، تغلب الجزيره وبرضه هتلعب خمس ماتشات على اللقب مع الاتحاد السكندري. اذا انت بتلعب اثنين فاينل وبتنافس. انت مش وان سايد جيم زي ما، لا ده انت بتنافس. اعتقد ان صوره الالعاب بتوضح المجهود الذي بذل فيها بخلاف كره القدم.